هو كان اه شغال وبتاع ومن الصبح بدري فهو بيرجع عايز يريح بقى وقت. بتفتكروا مع بعض الحاجات دي دلوقتي ولا لا؟ اه طبعا بقعد اقول له برخم عليه تقول له ايه بقى؟ بقعد اقول له اللي هو ما كانش عايز يوديني الله. كانش عايز. طب قول له الو. الو ده كلام يا حاج برضه، والنبي ده كلام، مش عايز توديه؟ ازيك يا بابا عامل ايه؟ السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام السلام، ورحمة الله ازيك وبركاته. يا كابتن ازيك اسلام؟ يا ازي حبيبي، حضرتك؟ وحشنا جدا. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. يعني يا كابتن محمد كل سنة وانت طيب، وألف مبروك عليكم وعلينا الدوري، أصعب دوري في التاريخ. ربنا يخليك يا بابا، ما تحرمش منك يا رب. بيقول لي كنت بغلس عليه وبقول له ان هو ما بياخدنيش دايما. على فكرة حضرتك دايما بحكي لك ايه ده؟ كل الذكريات دي احنا حافظينها مع بعض، يعني كل التواريخ اللي بيقولها دي انا حضرتها. بتقعدوا تتكلموا مع بعض في الحاجات دي ولا لا؟ طبعا طبعا، دي لا. ذكريات ما تتنسيش، وكانت ايام جميله جدا، وكفايه انه دخل الاهلي ومن ساعتها هو في الاهلي، وانا طول عمري اهلاوي وسعيد بيه. حضرتك طول عمرك اهلاوي، عشت طول بقى عمري عشت اهلاوي، لان فيه انا من ابناء النادي الاهلي على فكره. والله امال ايه، انا كنت والدي كان نائب مدير شغال حمام السباحه في النادي الاهلي. والله. من زمان. ايوه. طب يعني انت طول عمرك اهلاوي بقى، والبيت كله طبعا اكيد، طبعا، الوالده وال من 86 وانا في الاهلي. من 86 وانت في النادي. بتشوف محمد دلوقتي ازاي بعد ما بتشوف ان يعني البعض بينتقد اداء، البعض بيقول عليه كويس، البعض كذا البعض كذا، بتفكر في الموضوع ده ازاي وبتشوفه ازاي يا حاج؟ لا والله انا بص حضرتك، كل واحد حر في رايه، واحنا بنحترم راي الجميع. احنا لو في حاجه غلط احنا بنحاول نساعده، بنبهه لنقط معينه. على فكره انا خريج تربيه رياضيه تخصص كوره، لا يعني لا، ده انت ده ده خلاص يعني، ده خلاص. واخد بال حضرتك؟ فانا بعدل بقول له خلي بالك من كذا، ايه ده ما تزعلش من اللي بيتقال، عادي النهارده اللي بيشتغل بكره هيشكر فيك. ففعلا الحمد لله، يعني اللي بنقوله هو اللي بيحصل النهارده، اللي بيهاجموه وبيشتموه ثاني يوم بلاقيهم هم اللي بيشكروا فيه. فدايما بيبقى الدور المساند. طبعا لازم تسنده، لانه برضه محمد صغير، يعني لسه سنه برضه ما خدش الخبرات بتاعت اللعيبه الكبار، الكابتن مدلب والكابتن عاشور والمواقف اللي عدت عليهم، وهو لسه برضه. فيعني انا هو بيكتسب خبره من الناس، وانا بشكر ربنا مع يعني كباتن كبار زي دول بيحتضنوا اي لعيب صغير وبيوقفوه على رجله، فانا بشكرهم كلهم وبشكر الاهلي كله بصراحه. ما فكرتش مره تقول له احلق شعرك؟ لا لا لا، انا دي حريه، هو مبسوط بيه كده هو. لا قلت له بس انا خلي بالك، انا ابني الكبير كده برضه شعره عامل زيه كده، فكل شويه يقول لي، اقول له يا ابني احلق شعرك يا حبيبي، يقول لي لا مش احلق، خليه كده. قلت يا كابتن هو بقول لك كده اسهل. كده اسهل. بقوم انزل على طول. طب يا حاج، يعني بتفكر محمد هيتجوز امتى؟ يعني هنشوفه في بيت العرضه القريب ولا انت والله لسه شايف؟ انا يعني انا شايف ان سني لسه صغير برضه، وانا مش صغير. عايزه يخش في الارتباط، انا عايزه ان هو يعني يظبط نفسه الاول ويقف على رجله، وبعد كده الدنيا قدامه. يعني ايه رايك يا هاني محمد؟ يعني يقف على رجله ويبقى اساسي في الاهلي كده تمام، وبقى هو نمره واحد، ساعتها هو يفكر في اللي هو عاوزه، احنا ما عندناش اي مشكله في الموضوع ده، يعني احنا مش معارضين. محمد ايه رايك؟ والله يعني الموضوع ده نصيب طبعا كل حاجه، بس انا يعني لو في فرصه ان في حاجه كويسه او حاجه قدامي فعلا كويسه كده، لا ممكن اتوكل على الله. ما عندكش يعني مشكله يعني؟ لا لا، ما عنديش مشكله طبعا. طب حاج، يعني اخواته بقى البنات بيتعامل معاهم ازاي في البيت؟ قول لنا بصراحه، انا مش عايزك، بص مش عايزك تقول لي اصل بص بيطبطب عليهم ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا انا عايز اسمع لا لا الصراحه. لا لا لا، بص يعني بيوريهم العين الحمراء امتى وكده؟ الاول والاخر هو اخوهم طبعا. هات حته محمد هاني لعيب النادي الاهلي، لعيب منتخب مصر، بالظبط على عيني وراسي الكلام ده، بس هو بيتعامل مع اخواته من اخوهم طبعا، فما عندناش احنا الحته دي. اخته يعني اخته، وهو اخوها يعني اخوها، ما عندناش مشاكل في الموضوع ده خالص. امتى بيوريها العين الحمراء؟ طيب يعني يعني لا هو ما بتذاكرش ما بتعملش؟ اخواته بنات، هو الراجل اللي فيهم، فمن حقه ان هو بيتدخل في حاجات هو شايفها، هو يتدخل وانا اسمح له ان هو يتدخل كراجل. طبعا. بتتدخل امتى؟ انا على فكره بتبسط منه في الموضوع ده. يعني انا ببقى سعيد بيه ان هو. طب لغايه لما هاتوا لنا يا جماعه تاني لو سمحتوا. بتتدخل امتى؟ يعني الوالد لما بيسيب لك الحريه او بيسيب لك الوقت، بتتدخل امتى مع اخواتك البنات؟ لا انا اخواتي صحابي، يعني اخواتي الاثنين صحابي جدا، ودايما مع بعض، وفي اوقات كتير بنخرج لما انا ببقى ما عنديش حاجه او فعلا. يعني ف بيغيروا بقى عليك ولا لا؟
لا عادي بصراحة مش قوي يعني، بس ممكن شوية طبعا عشان انا الولد الوحيد وكده. لكن لا، في اوقات كتير ببقى في حاجات انا شايفها يعني، انا سني قريب منهم في الوقت اللي احنا الأكبر فيه. عندها قد إيه؟ أكبر مني بثلاث سنين، 26 يعني، فمش بعاد يعني الموضوع. قريبين. والأصغر؟ والأصغر مني بخمس سنين تقريبا، 18 برضه قريب يعني. قريبين الحمد لله. لكن احنا اصحاب يعني، الموضوع بيبقى صحوبيه اكتر ما هو سيطره مثلا ولا لا يعني. الموضوع لو في حاجه انا بقول مثلا كذا، لو انا شايف حاجه كذا، هم بيحترموا بصراحه قراراتي يعني، او بيحترموا رايي جدا بصراحه يعني. بيحترموا رايه يا حاج في حاجات كتير. طبعا طبعا طبعا، ما هو اصل هو اخوهم الراجل يعني، هم برضه مهما كان في اكبر منه او اصغر منه، بس هو الراجل اللي فيهم يعني. فدايما بياخدوا رايه. انا كده ان هو يعني على الرغم مشغوليته كتيره وسفره كتير ومعسكراته كتيره، بس برضه ما بينساش اهله يعني. بقول لك ايه، بيجيب لهم هدايا ولا بخيل على اخواته؟ طبعا لا 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 لا، بالعكس، لا خالص خالص. انا عايز اقول لحضرتك يمكن هو اللي في جيبه مش ليه يعني، هو بيجيب لهم اللي ما حدش بيتوقعه الصراحه. وانا سعيد بيه والله، ويعني ربنا يديله كمان وكمان. ربنا يخليك. لو عايز تقول للوالد حاجه يا محمد. طبعا لا يعني، لازم اشكره طبعا على كل حاجه عملها لي. هو بصراحه وقف جنبي كتير جدا. انا عايز اقول لك، والدي من ساعه ما رحت النادي الاهلي كان كل تمرينه بيجي معايا، كل تمرينه بيخلص شغله بقى ياخدني من المدرسه نطلع على النادي. بصراحه يعني هو اتبهدل معايا جدا يعني، بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى يعني. هو ابويا وامي ليهم فضل كبير جدا ان انا ابقى الشخصيه دي، وان انا اوصل لحاجه يعني زي كده الحمد لله يعني. احب اشكره طبعا، ودايما كده واقف في ظهري، ودايما كده ربنا يديله الصحه ان شاء الله. بشكرك جدا. لو عايز تقول له حاجه طبعا حضرتك اتفضل. لا انا اقول اتمنى من ربنا تبقوا زي ما انتم رجاله، وتشرفونا كل سنه، ونبقى ابطال افريقيا وابطال مصر، وكل المؤامرات اللي بتتعمل علينا الحمد لله ربنا بيقف معانا، واحنا البطل عشان احنا البطل. امتى معلش برضو السؤال بتيجي في كده في دماغي مره واحده. حضرتك شفت الاهلي السنه دي ماتشات كتير، احلى ماتش شفته له ايه؟ احلى ماتش انا شفته المقصة 3-0 اعتقد، برج العرب ده احلى مباراه واحلى اداء واحلى يعني اداء جماعي واحلى تفاهم في الفرقه انا شفته بالماتش. هو الفكره في الماتش ده ان احنا كنا يعني كنا لازم نكسب. كنا لازم نكسب الماتش ده عشان يعني نفرق الماتش ده كان هيفرقنا. وكمان انا ما كانش فيه غير ياسر، كان تقريبا حد مصاب، فانا لعبت سردباك الماتش ده. لعبت سردباك. لا انا اقول لحضرتك مفارقه بقى. اتفضل. اليوم ده كان عيد ميلاد محمد. فعلا؟ 25 يناير صح؟ وكانوا اصحابه واخواته كانوا عاملين له بانر بطوله، بطول محمد. صورته، وكانوا طلبوا من المخرج انه يجي في الدقيقه 90 يلف بس الكاميرا بدل ما هي جايه على الملعب، يروح لافف على المقصوره عشان هم كانوا فرضوا البانر. فده كان مناسبه سعيده يعني، ده كان يوم عيد ميلاده، وادينا مباراه رائعه جدا. انا عايز اقول لك في ناس كتير كلموني، كان مؤدين في برامج الكابتن شوبير وكذا كذا، وكابتن محمد حشيش كان بيقول لي كابتن حشيش بيقول لك ايه الاداء الرائع ده، اقول له اشكرك يا كابتن ويلا دعوتني. يعني كابتن شوبير يقول لي كابتن شوبير بيقول لك، اقول له سلم لي على كابتن شوبير ودعواته ليه، عايزين يبقى لعيب عالمي. طبعا انا عايز اقول لحضرتك جالي مكالمات يوميها كتير جدا بسبب المباراه دي، بس عشان كده انا ما بنساهاش لانها كان اداء رائع. انا بالتالي انت بيجي لك مكالمات كتير في الثلاث اربع سنين الاخيره. انا بشكرك جدا يا ابو كابتن، شرفتنا ونورتنا وسعداء جدا بوجودك معانا، ودايما الحقيقه ونعمه التربيه. انا دايما بالنسبه لي يا محمد اهم حاجه اللاعب طبعا، اهم حاجه كل حاجه فيه تبقى، ولكن الاب والام بالنسبه لي بيبقى لهم دور كبير جدا جدا في حياه اي لاعب.